بداية نبدو أن نرحب بكم في هذا الفضاء الذي تجعلكم هي في الحقيقة. منكم من تعلم فيه الكثير ومنكم من له فيه ذكريات في مسيرته المهنية أو الجمعوية، ومنكم من زاره طفلا أو شابا وشهد على تحولاته مع مرور السنوات. كيف ما كتعرفوا هذا اللقاء كنا ننتظره في قطاع الشباب يعني هذه اشهر، لانه كنعتبره مهم جدا الى بغينا نعطيو واحد انطلاقه جديده للدور اللي كيلعبوا ديور الشباب على الصعيد الوطني. تعرفوا ان دور الشباب تاريخيا لعبت واحد الدور يعني لاعطاء للمجتمع واحد الشباب يعني في المستوى الثقافي والرياضي عالي جدا، كان دائما تكميل الدور اللي كتلعبوا المدرسه. اليوم كنعتبروا ان ديور الشباب عندها دور اخر، لان خاصه ان الاشكاليه ديال الشباب يعني تطورت، واليوم كنتكلموا بالخصوص الاشكاليه كذلك ديال التشغيل، فلهذا زائد البرامج اللي نعتبروها كلاسيكيه اللي كتوفر ديور الشباب في المجال الثقافي، في المجال الرياضي والمجال التربوي، لابد ان يكون هناك انخراط كذلك في المجال ديال التشغيل. لهذا مع القطاعات المعنيه مع شركاء ديالنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، فكرنا ان يكون هناك مجموعه ديال التكوينات اللي غنعطيوها للشباب والشابات اللي ما عندهمش يمكن اللي ما كانتش عطاهم الفرصه باش يكملوا المسار المدرسي ديالهم، وحتى يعني مواكبه الشباب والشابات اللي بغاو يخلقوا شركات ديالهم صغرى او متوسطه. فالاكومبانيمون يعني مهم جدا، ما بقاش فقط في برامج واستراتيجيات، خص لابد يكون واحد لاكومبانيمون. شكون كيدير هذا لاكومبانيمون؟ هم هاد الاطر اللي كتشوفوها واللي حاضرين معنا اليوم، فلهذا اشراكهم مهم ومهم جدا، ما بقاش فقط في ورقه في استراتيجيه في واحد باوربوينت غنقدموه وغنصيفطوه للمدراء الجهويين باش يعموا على الاطر ديالنا، لا، خاص لابد الاشراك ديالهم ونوضحوا لهم بان الدور ديالهم اليوم اساسي في تنزيل اي سياسه عموميه. لهذا كنعتقدوا بان هذا قبل ما نمشيو نتوجهوا للشباب خصنا بعدا حنايا كقطاع نكونوا مستعدين اننا نواكبوا هذه العمليه مع الشباب، ولهذا الحضور ديال الاخوات والاخوان مشكورين ديال مدراء ديور الشباب مدراء الاقليميين والجهويين اعتبرناه مهم جدا باش انا داك نتقاسموا معهم ونعرفوا الاشكاليات اللي كيعانيوا منها حتى في الاقاليم، والاشكاليات متغيره من اقليم الى اخر. تعرفوا ان العالم القروي ماشي هو المدن، وحتى والاشكاليات في المدن ماشي يعني متغيره من مدينه الى اخرى. الحضور حتى يعني الجمعيات الجهات اليوم عنده واحد الاهميه خاصه، لانه انخراط الجهات بمهامهم الجديده في المجال الثقافي وود الشباب هو مهم جدا. فلهذا كنعتقد انها اليوم نهضه خصنا نديروها في ديور الشباب باش نتجاوبوا مع تحديات القرن اللي كنعيشوا فيه، ونصالحوا في الاخير شبابنا مع المراكز ديالهم اللي ما نساوش انهم سميتهم ديور الشباب. احنا الان نتواجد في رواق المديريه الجهويه لجهه تقول المواطنين، وكيف كتشوفوا معنا مشاركتنا يعني في هذا الملتقى الوطني الاول من نوعه لدور الشباب، اللي عطى يعني اللي سيعطي يعني ثقه زائده وواحد منسوب من الثقه للموظف المنتمي لهذا القطاع، اللي غادي يشوف فيه يعني انه الاهتمام الكبير جدا ويعني والبالغ اللي معطيه لفئه الشباب. حنا كنشاركوا الان يعني بهذا الرواق هذا، كتشوفوا يعني ماذا يعني العمل عمل 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 المديريه على مستوى اقاليم الجهه، وعلى تنزيل برامج الوزاره من برامج يعني كبرى برامج وطنيه كبرى يعني اللي كتنزلت يعني في يعني داخل مؤسسات دور الشباب. بالنسبه للقاء الوطني لدور الشباب كتشارك جهه درعا تافيلات مجموعه ديال الانشطه وكذلك التجارب اللي هي متميزه على المستوى الوطني، احاول التذكير ببعض منها. على سبيل الذكر المقاهي الادبيه والفنيه التي تقام بعمله اقليم ميدلت، هناك تجارب اخرى تهم اكاديميه المجتمع المدني ب إقليم تنغير، دور شباب المتنقلة بأنشطتها عمل إقليم الرشيدية، برامج أخرى تهم الشق الاقتصادي للشباب وتهم كذلك الشركة والتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات تحت عنوان يوكود، وهو برنامج يهم مهن الإلكترونية التي تعرف في أهدافها ولوج إلى سوق الشغل. أخذ الحياة على عزمنا.